للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا من مقر الهيئة الوطنية الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، برحب بك مرة أخرى. ماذا يدور لديك في غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وما الجديد في التصويت في المقار الانتخابية المختلفة؟ نعم دينا، تحية لك. بالفعل ما زلنا موجودين في مقر غرفة العمليات الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ما زال السادة المستشارون يتابعون مع سفراء مصر في الخارج وجميع المسؤولين عن اللجان في الخارج عملية التصويت التي ما زالت مستمرة في يومها الثالث والأخير بسلاسة وانتظام ويسر. كان المستشار أحمد بن داري قد عقد لقاء صباح اليوم في الساعة 10 صباحا مع مجموعة من سفراء مصر في الخارج، تابع معهم عملية التصويت وانتظام العمل في اليوم الثالث، وكان سألهم إذا كان هناك أي استفسارات أو مشاكل أو صعوبات فنية واجهتهم خلال عملية التصويت سواء في اليومين الماضيين أو في هذا اليوم الثالث، ولكنه لم تكن هناك أي عوائق أو مشكلات فنية، وبالتالي أكد أنه موجود هنا مع السادة المستشارين والفنيين لمواجهة أي صعوبات أو استفسارات بخصوص اليوم الثالث لعملية التصويت. ما زال المصريون في الخارج يواصلون التصويت في نحو 137 لجنة. كان المستشار أحمد بن داري قد أعلن صباح اليوم أيضا أنه تم فتح نحو 104 من اللجان، يتبقى 33 لجنة تفتح على مدار اليوم، آخرها هي لجنة لوس أنجلوس التي من المقرر أن تفتح أبوابها في 7 مساء، وهي اللجنة الأخيرة التي تفتح أبوابها أمام الناخبين المصريين سواء المقيمين أو الزائرين في اليوم الثالث لعملية التصويت. هذه الغرفة، غرفة العمليات المركزية، مزودة بمجموعة من الشاشات التلفزيونية التي تبث بثا مباشرا وحيا من مجموعة من السفارات المصرية سواء في الدول العربية في الكويت أو في أبوظبي، ونلاحظ أيضا مجموعة من الإقبال من المصريين سواء في الدوحة أو في مسقط أو في جدة، هذا بالإضافة أيضا إلى الدول الأجنبية. اليوم مثلا في القنصلية في ميلانو نجد أن اليوم هو يوم عطلة رسمية في البلاد، وبالتالي نلاحظ في ميلانو أن هناك إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين المصريين المقيمين أو في لندن، وكذلك في بعض العواصم العربية كما نرى في السفارة المصرية في البحرين أو في العاصمة المنامة. تحدث عدد من السفراء أيضا مع المستشار أحمد بن داري أن اليومين الماضيين كانت أيام عمل ولم تكن عطلة رسمية في الدول الأوروبية والغربية، ولكن كان هناك أيضا إقبال من المواطنين المصريين الذين كانوا حريصين للغاية على الإدلاء بأصواتهم، واليوم هو يوم عطلة رسمية في هذه الدول الأوروبية والغربية، وبالتالي هناك إقبال ملحوظ من المواطنين. هذا بالإضافة إلى الإقبال الكثيف الذي تشهده الدول العربية والخليجية التي بها أيضا كثافات وأعداد من المصريين المقيمين في هذه الدول العربية، وبالتالي نحن نتحدث عن سلاسة ويسر في العملية الانتخابية وعملية التصويت للانتخابات الرئاسية 2024، ونتابع معكم هذه الانتخابات على مدار الساعة حتى انتهائها بإذن الله. إليك دينا في الاستوديو. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد الحسيني بداخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.